اوكي، هاي بنات. انا في الفيديو ده، الفيديو ده هيبقى زي كافي توك كده، معيش كافي، اسمها ازازة مية. كنت انا بفكر، كنت لاحظت ان هنا في كندا عندهم ماركات كتير قوي قوي قوي، ما كنتش اعرف، مشهورة جدا وعالمية، وما كنتش اعرف انها اصولها من كندا. وحسيت ان دي حاجة حلوة قوي ان هم عندهم، رغم ان هم جنب امريكا، ان هم برضو الماركات الجديدة بتطلع من عندهم، يعني ما هماش يعني، فاهمين قصدي؟ مش اللي هو عشان امريكا اكبر ومشهورة اكتر وكده، حاسة ان هم برضو عندهم اقتصادهم، عندهم ماركات كتير بتطلع، وعندهم كمان معظم الماركات اللي هم بيعملوها بتكون بتحافظ على البيئة، هم هنا بيحبوا البيئة قوي. ممكن بعمل فيديو عن الموضوع ده، بس المهم يعني ان انا بعد كده فكرت، قلت لا، بس مصر فيها برضو ماركات حلوة قوي، انا فرحانة جدا. دي حاجة من الحاجات اللي فرحاني جدا جدا في مصر قريب، ان الفترة اللي فاتت ان لاحظت ان في ماركات كتير وديزاينرز كتير طلعوا في مصر، وحسيت ان انا جست ان احنا مش بنقف نقدر قد ايه ان فعلا في مصر في ماركات كتير متوفرة في مصر، او ممكن اقول صناعة مصري كمان. فالنهاردة فكرت ان انا اقول لكم اكتر ماركات مصري. انا بعرف ان انا بقول ماركات بطريقة مختلفة، الناس بتقولها ماركات، بس اقولها ماركات، ما بعرفش اقولها ماركة. بس مهم ان عايزة، كنت عايزة احكي في الفيديو ده، هو فيديو كافي توك، مش هيبقى فيه حاجة جديدة قوي، بس هبقى برغي بسمعكم عن اكتر ماركات انا بحبها صناعة مصرية. اول ماركة هتكلم عنها، اكيد اي حد بيتفرج عليا من زمان هيبقى عارفها كويس جدا، وهيبقى يعني انا هديكوا دقيقة كده، مش دقيقة، هديكوا ثانية تقولوا في بالكوا ايه اول ماركة هقولها، عشان معظمكم هتعرفوها لو بتتفرجوا على الفيديو بتاعتي، عشان كنت بعمل هولز من هناك كتير. متأكدة ان في منكم جاست وقالوا ان انا هقول نفرتاري. اكتر ماركة انا بحبها جدا 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 هي نفرتاري، وانا يعني انا طبعا مش شايفة نفسي ان انا يبقى عندي ماركة خاصة بيا، بس انا لو كان عندي ماركة من حاجة انا فعلا بحبها هتكون حاجة زي نفرتاري. معرفش ليه كل حاجتهم بحسها بتفكرني بالاقصر واسوان، معرفش ليه، بس حاجتهم اولا صناعة مصرية، بيشغلوا بنات مصريين، فانا بحب جدا الماركه دي. انا شاكه ان الست اللي عملت الماركه دي صيدلانيه، مش متاكده، بس انا حاسه انها ممكن تكون صيدلانيه. فدي اول ماركه بحبها. انا اشتريت من عندهم حاجات كتير، جربت من عندهم حاجات كتير، وعندي فيديوز كتير على قناتي لمشترياتي من ديفرتيري، وريفيو، كنت عامله ريفيو برضو. ف it's so nice و so almost luxurious. عندهم اللوف، وعندهم، انا بحب اي حاجه الحمام والكريمات والحاجات دي. بس فدي اول ماركه هتكلم عنها وفرحانه جدا بيها. تاني ماركه انا بحس ان هي ما بتاخدش برضو الريكوجنيشن اللي هي تستاهله، انا ما كنتش بجيب منها كتير، بس هي روجادا. انا عارفه انا هتكلم على ديزاينرز كبار، وهتكلم على محلات عاديه، بس انا كنت بحب جدا روجادا، وكان عندهم موديلاتهم حلوه جدا. بحس ان هم عرفوا ان هم يساروا الموضه، وينزلوا موديلات لايقه على الموضه دلوقتي، في نفس الوقت بأسعار كويسة تناسب كل المصريين. مشكلتهم معايا ان انا يمكن انا جسمي مش مصري قوي، معرفش، انا رجلي رفيعة قوي مثلا، فمش كل حاجتهم كانت بتبقى مظبوطة عليا. بس انا بحبهم جدا، وبحب اي ماركة، بحب كنت اخش اتفرج على المحل جدا، وعندهم شنط حلوة قوي. واسعارهم كمان احلى حاجة فيهم ان اسعارهم حلوة قوي. الماركة اللي بعد كده هتكلم عنها، انا هحاول اتكلم شو، هحاول اخلط شوية ما بين الماركات الغالية والماركات اللي مش غالية. هتكلم على اختين، ممكن اتكلم على اختين دلوقتي، انا كاتباهم هنا على الكمبيوتر بس حطهم. مهم، اختين برضو من الماركات اللي انا فخورة بيها جدا، هي مصرية، لان هي فعلا وصلوا للعالمية. هما بيبيعوا في دبي كمان اعتقد، معرفش فين البوتيك بتاعهم في مصر، اعتقد ان هم عندهم زي شوروم، شوروم يعني زي جست تقدري تخشي تتفرجي، اعتقد عندهم في الزمالك، مش متاكده، اكتبولي في الكومنتس فين اختنا، او يمكن في حته في التجمع اعتقد كان في بوتيك، افتكرت تقريبا في الساحل عندهم محل، في الساحل عندهم محل، مش متاكده فين في القاهره عندهم المحل بتاع اختين، وموجودين اونلاين طبعا. في ناس كتير كانوا بيسألوني اجيب شنطة من اختين ولا لوي فيتون، فرق سعر فظيع. اغلى شنطة في اختين هتبقى ب1000 دولار، اللي هي اغلى شنطة، اللي هي بتبقى كلها ميتال. شنط لوي فيتون بتبقى فوق 2000 دولار عادة، او في حاجة
حاجات بألف ونص مثلا ممكن، بس طبعا في فرق شوية في السعر، في فرق في الاستخدام. شنط أختين بتبقى معظمها بورتفاي أو شنطة صغيرة للسواري، اللي هم الماتل دول اللي هم مشهورين قوي، دول ناس كتير مشهورة ابتدوا يلبسوا من عندهم. أعتقد كاردي بي دي مغنية أمريكية مشهورة، جيجي حديد الموديل اللي هي من أصل فلسطيني، وصلوا للعالمية وناس كتير بتلبس منهم. وأعتقد إن زوجة الرئيس السيسي كانت بتمسك مشانات من عندهم برضو، فدي حاجة حلوة جدا. زوجة، صح انا اتكلم، مش عارفة اللفظ الحرام، اعتقد الرئيس السيسي هو اللفظ المظبوط. بيعجبني فيها ان هي بتلبس طرازة وتلبس اختين بتلبس ماركات غالية وشيك وتليق بعليا تقام، بس كلها ماركات صناعة مصري، فدي حاجة تانية. فزي ما قلت اختين وصلوا للعالمية بسرعة جدا، مش عارفة ايه هي الاستراتيجي بتاعتهم، ازاي وصلوا ان هم يبقوا ناجحين قوي كده. بس موديلاتهم حلوة جدا، بس هم زي ما بقول شنطهم صغيرة، اعتقد عندهم زي باك باك كده. بس دي الماركة اللي بعد كده. زي ما قلت انا كده تاتشت شوية على تمرازة. تمرازة ممكن تعملوا لهم فولو على فكرة على الانستجرام، انا عمري ما اشتريت حاجة من تمرازة طبعا، بس اعتقد ان تمرازة ديزاينر مصرية، وزي ما قلت لكم هي بتفصل لحرم الرئيس السيسي وبتفصل لممثلين كتير وقت الجونة فيلم فاستيفال. انا حاسه كمان الجونة فيلم فاستيفال من الحاجات اللي هي اللي فعلا زودت الماركت او السوق بتاع الماركات الديزاينرز المصريين. مبقاش كل الناس بيلبسوا الديزاينرز، يا اما الاوروبيين يا اما اللبنانيين. طبعا اللبنانيين دلوقتي خلاص وصلوا، لان في ديزاينرز لبنانيين بحس احلى موديلات من الديزاينرز اللبنانيين اللي بره، بس انا شخصيا انا بحب الديزاينرز المصريين جدا جدا. وده ياخدني على الديزاينر اللي بعد كده انا بحبه جدا جدا جدا، وهو كوجاك. اسمه مهند كوجاك، الديزاين صاحب بيت ازياء كوجاك، وهو مصري وعايش في الزمالك وذوقه حلو جدا. اللي بيعجبني فيه ان هو كرييتيف مبتكر، كل الفساتين بتاعته تحسيها حاجه ما شفتيهاش قبل كده. انا عامله له فولو على الانستغرام وعامله فولو لكوجاك كبيت ازياء نفسه، فعلا كل الفساتين اللي بيعملها ببقى فعلا مش قادره اقول ان هو انسبايرد باي حد، بحس ان هو لوحده كده، مش شبه اي بيت ازياء. انا عامله فولو لمعظم بيوت الازياء العالميه وساعات اللبنانيين برضو، اللي هو زهير مراد و في واحد تاني مشهور انا مش قادره افتكر اسمه دلوقتي، بس هو فعلا يونيك ولو فعلا مبدع. فكوجاك انا فخوره جدا برضو بكوجاك. انا دول كده اخر ديزاينر هتكلم عنها مشهوره قوي برضو، اعتقد انها وصلت للعالميه برضو، مش عارفه وصلت للعالميه ولا لا، بس هي مشهوره كانت في فتره طلعت قوي قوي، اعتقد بعد ما في ممثله مشهوره قوي اللي هي بنت سمير غانم، دنيا سمير غانم عملت فستانها عندها، بعديها بقت هي من اشهر الديزاينرز فساتين الافراح اللي هي ياسمين يايا. ممكن برضو تعملوا لها فولو على الانستغرام لو عايزين، او ممكن على بينترست تخشوا تفرجوا، اكتبوا يايا كوتير او يايا ويدينج دريسز. هي اصلا اسمها اعتقد ياسمين يحيى، بس هي اختصرت اسم يحيى ليايا عشان يبقى اسم زي ما بقول يونيك او مختلف يعني. وهي برضو قصتها ان هي كانوا عايزين يعملوا فستان فرح لاختها ومكانوش لاقيين ديزاينر عجبهم، فقررت ان هي تفصل الديزاين وتفسر، وبقى فساتينها غالية جدا جدا جدا، اعتقد الفستان ممكن يوصل ل60,000 دولار وحاجات، اغلى من اي ديزاينر اجنبي. وهي فعلا فساتينها اجمل من اي ديزاينر اجنبي، يعني من اجمل فساتين الافراح اللي شفتها في حياتي، وبرضو كلها جديدة ويونيك وفيمينين جدا. بحسها يعني ياسمين يايا وكوجاك، واعتقد ممكن اللبنانيين الديزاينرز اللبنانيين ليهم برضو التاتش بتاعهم، وفعلا مبتكرين وذوقهم حلو، بس فعلا ياسمين يايا وكوجاك انا بنبهر بذوقهم. كفايه كده ماركات غاليه جدا، انا مش طبعا الحاجات دي انا عمري ما هشتري منها، بس بحكي لكم قد ايه انا فخوره ان في ديزاينرز في مصر فعلا مستواهم يوصل اعلى كمان من الديزاينرز العالميين. ودلوقتي في ناس كتير على الريد كاربتس بره بيلبسوا من الديزاينرز المصريين، زي ما قلت شنط اختين وصلوا للريد كاربتس وصلوا للبيج ايفنتس، واعتقد مش عارفه يايا ديفينتلي وصلت،
و hopefully كوجاك. انا بحس انا I believe in him جدا، بحس ان هو شاطر جدا. فكفايه كده ماركات غاليه قوي 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 قوي. هتكلم على حاجات تانية انا بحبها جدا في مصر. انا عاملاها خليط من الحاجات من كل الحاجات. انا طبعا زي ما بقولك عمري ما هشتري الحاجات دي، انا مش بتكلم على اساس ان دي حاجات احنا نشتري منها. انا بس فرحانه ان الحاجات دي موجوده في مصر، وفرحانه ان الحاجات دي هتزود البيزنس في مصر، هتزود الاقتصاد بتاع مصر، هتزود اسم مصر، وهتزود ان هتبقى مفيدة جدا لينا. حتى لو احنا عمرنا، انا مثلا زي ما بقول لكم انا عمري ما هلبس الحاجات ديت، بس برضو هم بيشغلوا ناس، بيعلموا ناس، فدي حاجة حلوة جدا جدا جدا. والديزاينرز، انا يمكن انا قلت اسامي مشهورة قوي، بس دلوقتي في كمية ديزاينرز على الانستجرام، لو دخلتوا وعملتوا فولو هتلاقوا ديزاينرز. انا في ناس انا ناسيهم، اعتقد في واحدة انا بحب الديزاينز بتاعتها قوي قوي، بس انا ما حاولتش اكتب كل الناس عشان ما ازهقكمش، عشان عارف ان الفيديو اوريدي رغي. حب ممكن قولوا لي لو عايزيني اعمل فيديو تاني عن ديزاينرز تانيين مصريين انا بحبهم، انا ممكن اكتب لستة تانية. بس انا جست كنت عايزة اعمل فيديو سريع اتكلم عن حاجة نفسي اتكلم فيها، وحاجة انا حباها جدا واشارككم معايا في اللي انا بفكر فيه. بس انا هتكلم بعد كده عن حاجات احلى، بسيبكم من الديزاينرز، هتكلم على حاجات انا بحبها جدا جدا. في ماركة هي مش هدوم اسمها ملايكة لينن، لينن يعني كتان. اولا الكتان طبعا الكتان المصري من يعني اكتر، لما تفكري في مصر دايما بفكر في الفراعنه وفي السياحه في اللبس الكتان. فطبعا ان ماركت هي بتعمل زي بادينج، بتعمل حاجات للسرير زي ملايات وكيس مخدات وفوط، اعتقد عندها شويه شنط ميك اب. موجودة فاتحة بوتيك في الجونة، كانت في، لو حد عمله راح الجونة بتفرجوا على البوتيك بتاع ملايكة لينن، اعتقد جنب عزة فهمي، قريب من عزة فهمي، انا نسيت عزة فهمي بس مش مشكلة، هستيك للليست بتاعتي. ملايكة لينينز اعملوا لهم فولو على الانستجرام، هتحبوهم جدا جدا جدا. لو بتحبوا حاجة البيت، انا بحب جدا حاجة البيت. فدي برضو احد الماركات اللي هي مصري، هي اعتقد ان هي مش مصرية صاحبة الماركة، اعتقد ان هي من اوروبا الشرقية او حاجة، بس برضو هي بتشغل مصريين. انا ما يفرقش معايا خالص لو صاحب الماركة مش مصري، لو هي موجودة في مصر بيبيعوا في مصر بيصنعوا في مصر، كل ده حاجة تفرح جدا. المحل اللي بعد كده هتكلم عنه ده مش ماركة، ده محل انا بحبه جدا، في محلين بحبهم جدا ولازم تكتشفوهم لو انتوا بتحبوا الفاشن، بتحبوا الموضة. وحتى يعني انا زي ما بقول لكم مش انا عمري ما بشتري من الحاجات دي، بس جست ان انا بحب اروح اتفرج عليهم. المحل بعد كده اتكلمت عنه قبل كده، كان في فيديو اكتوبر فيفورتس مش اللي فات اللي قبليه، اسمه بوب اب شوب، بوب اب شوب انا مش بعرف انطقها زي بيلف، بس ده محل موجود في اعتقد داون تاون، داون تاون التجمع. انا بحب المحل ده جدا، هو محل بيبيع ماركات مصرية وحاجات معمولة في مصر بس على أعلى مستوى. يعني لو روحتوا في عفش، في برضو حاجات للبيت، السرير والملايات والمفارش والحاجات دي، هو غالي شوية لأن زي ما بقولكوا هي حاجات كلها شيك، يعني اللي هو أنا مش زي ما بقولكوا أنا بروح أتفرج. بيبيع كمان كوبايات، اللي هو الكوبايات او مثلا اطقم، لو انتي عروسه او حاجه وعايزه يعني عايزه تجيبي حاجه سبيشال قوي ممكن تروحي تتفرجي. بيبيع جولري، بيبيع صابون اللي هو الباث بامز اللي اللي هي تحطيها وتعمل بابلز وحاجات كده، بيبيع نوت بوكس زي المفكرات والحاجات ديت، بيبيع بورتفيات، شنط اللي هي الحاجات بتاعه السياحه، الحاجات اللي هي اللي على الموضه قوي دي، كل ده هتلاقوه هناك. بيبيع اكسسوارز، بيبيع هدوم، بيبيع مايوهات، بيبيع فساتين، او زي ما قلت عفش، بيبيع كل حاجة وكلها اعتقد ان هي كلها حاجات ماركات مصرية. بيبيع ذهب، بيبيع كل حاجة، لازم تروحوا تكتشفوا بوب اب شوب ده. انا بخش جست فسحة، بالنسبة لي فسحة ان انا اروح. اخر محل مش اخر محل، قبل اخر محل انا هتحسوا ان انا بتقلب، بس المحل اللي بعد كده هتكلم عنه بحبه جدا 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 اسمه ميزون 69. ده موجود في الزمالك، وكان زمان خالص كان في محل اسمه 69 موجود في شارع الحرية، في اعتقد ارض الجولف او مش عارفة الحتة دي تعتبر تبع ايه، بس في شارع الحرية كان في محل اسمه 69 كنت بحبه جدا. كنت يعني بالنسبة لي يعني لما بروح بجيب
حاجة أو حاجتين وبحبهم بلبسهم كتير جدا. كان عندي حاجات كتير من عنده، كان عندي كذا بلوزة وكان عندي شنطة جلد من عنده اللي هو كان في شارع الحريرة. لو حد فاكر المحل ده أو عمره راح أو عمره اشترى منه اكتبولي في الكومنتس، هفرح جدا لو حد فاكره. ممكن يكون لسه موجود أصلا. بعد كده في محل تاني اسمه ميزون 69، أنا مش عارفة هما ليهم علاقة ببعض. 69 يعني 69، مش عارفة ليهم علاقة ببعض ولا لأ، بس ميزون 69 ده موجود في الزمالك، وأعتقد في منه فروع في الساحل برضو. أنا عرفت ده من الانستجرام بيج بتاعتهم. بس هو برضو بوتيك لو انتي عايزة تجيبي هدوم مختلفة، لو زهقتي من المحلات اللي هي زارا واتش اند ام وبولنبير والمحلات العادية اللي هي موجودة في المول، وعايزة تجيبي حاجة سبيشال أو عايزة تجيبي حاجة واحدة بس حلوة حتى لو غالية، لازم تروحي ميزون 69. وكمان اعملوا لهم فولو على الانستجرام، هتلاقوا بيفرجوا الحاجات اللي عندهم في المحل، فتقدري تتفرجي من غير ما تروحي وتحطي عين، لو حاجة عجبتك تبقي تروحي تجيبيها. بس دي تقريبا الحاجات اللي عايزة اتكلم عنها. الفيديو 16 دقيقة اوريدي، فانا مش عايزة اطول اكتر عن كده. اكتبولي في الكومنتس ايه الماركات اللي انا قلتها اللي انتوا تعرفوها، وايه الماركات من اللي انا قلتها اللي ما تعرفوهاش. ولو قلت اي ماركات انتوا اوريدي بتحبوها، او لو رحت قلت على اي محلات انتوا رحتوها وزرتوها وحبيتوها، كل ده اكتبه لي في الكومنتس. هفرح جدا لو لقيت ان حد فيكو عارف المحلات اللي انا بتكلم عنها. طبعا في منهم مش محلات زي ما قلت، في شويه ماركات. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وزي ما قلت ده كوفي توك كده، انا جست برغي معاكم، واشوفكم ان شاء الله قريب في الفيديو الجاي. باي.